A well-known and self-proclaimed prophet in Juba, Abraham Chol, finally appears before the judge for trial after being arrested for carrying out religious rituals that violate a ban on religious gatherings in the country imposed as a preventive measure against the spread of COVID-19. According to the witnesses, Abraham Chol was arrested on Sunday in his church, where he undressed before the police protesting his arrest. The prophet, who today appeared in court to receive his sentence, sat gently naked as he listened to the judge who read out his one-month sentence. وأن يخرجوا جميع المؤمنين من الكنيسة إلا أن المتهم الأول رفض ذلك وقال هذا أمر صادر من اللجنة العليا غير صحيح ولا يوجد ما يسمى بمرض كورونا COVID-19 disease وده كذب من زول الكذب الورقة دي أو من رئاسة الجمهورية والرئيس على يده احترض الشرطة وهم اعترضوا على الشرطة المكلف بتنفيذ الأمر أوامر اللجنة العليا وأساءوا لشرطي شهر التهم الأول بهنها شرموطة وبهنها وجد دوابيرها في فندق في مالنيب أما بشأن المتهمين الأول والثاني أنا الثاني والثالث اعترضوا على الشرطة أثناء أو عندما طلب الشرطة بخروجهم من الكنيسة ورفضا ذلك وقال إنهما أبناء ملك أبراهام شول وسوف يموتان مع ملك أينما أقصى. ولنا أكملنا على المتهمين الثلاث بمرتين دين وألقينا بمادة بتاع هم قال المتهم المدان الأول وقالوا ما صار الرئيس شيلنا مادة دبر مادة 76 ونينا دينام تد مادتين 224 121 124 عشان كده لينا المدان الأول اسمه أبراهام شول انت معكم بشار سجن اعتبار من تاريخ اللي دخلت فوق سجن يعني من يوم اللي انت دخلت سجن انت معكم شهر لمكالفة مادة 124 على 121 من قانون العقوبات 2008 المدان الثاني ماركو انت معكم أسبوع تبارك من تاريخ إذا تقرت فوق سجن. إذا كلفت مادة 124 فقط. المدان الثالث كربينو أنت معكم أسبوع برضه. لأنه تكلفت مادة 124 من قانون التعقوبات. يدوكم صورة من منطقة لكم يدوكم حق عشان تسانوا بقرار ذاك إلى المدة القانونية صدرة التوقيع والكتم المحكمة في يوم 30 شهر 4 2020 توماس دانجياغو أجاك قاضي محكمة جنايات بدلي Abraham Chol's sentence marks the first of its kind for trying to defy the national ban on religious gatherings imposed by the high-level task force on COVID-19 as a strategy to minimize the spread of COVID-19 in the country. Thousand COVID-19 cases have reached over 30, putting authorities at a high alert on any activities that would pose threats to the lives of the citizens. James Arusi, SSBC, Juba.